السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين، كنتمنى ملا تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده. مرحبا بكم البنات معايا اليوم في وصفه جديده ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم ان سالاد ديال لي بات. البنات كتجي رائعه في هذا الصيف هذا. غادي نعطيكم المقادير وانتم على حسب المقادير اللي عندكم في الدار واللي موجوده. البنات انا موجود عندي هاد المقادير، غادي ندير هادو، تقدروا تموديفيو المقادير البنات، تنقصوا ولا تزيدوا لكم الاختيار. عندي هنا لي بات، اختاريت انا البنات هادي وانتم اختاروا اللي بغيتو. راه كاينين انواع وانواع واشكال ديال لي بات، اللي بغيتوها غادي ديروها. هنا عندي حك ديال الذره اللي صفيته وغسلته، عندي الطون ديال الماء. البنات اللي بغى يدير الطون ديال الزيت ممكن، انا كنفضل ديال الماء. عندي الزيت البلديه، هنا عندي طريفات ديال الزيتون الخضر، تقدروا ديروا حتى الكحل حتى هو. وهنا عندي ثلاثه الانواع ديال الفرماج. عندي البنات هنا لي دي ديال ايمونتال، وهنا عندي البنات لي دي ديال فيه لوغو دو كوما، وهذا عندي فيتا، وعندي حامضه باش ندير لو سيتر، ندير لاصوص ان شاء الله. وعندي كونكومبر الخيار، عندي ماطيشه سوغيز طوماط سوغيز، عندي شويه المعدنوس، وعندي بصله بيضه البنات. فوالا، وانتم تقدروا تديروا بصله حمراء الى بغيتوا. هادشي اللي كاين، ومن بعد غادي نعطيكم المقادير باش نديروا لاصوص. غادي نديروا ان صوص بلانش ان شاء الله بالياوغت الطبيعي، بدانون الطبيعي. ونبداو على بركه الله البنات. ها هو الماء ديالي سخن، غادي ندير واحد شويه ديال الزيت البلديه، غنقول واحد جوج معالق ديال الزيت البلديه. غادي ندير فيه الملحه، عندي الملحه الغليظه، تقدروا ديروا غير الملحه نورمال عاديه. وهنا البنات انا عندي 500 غرام نص كيلو ديال لي بات، ما غنديرهمش كلهم باش ما يجينيش بزاف، حيت حنا جوج الناس يعني بزاف علينا نص كيلو. غادي ندير غير نص ديال الباكيه رابعه 250 غرام. وهادشي اللي كاين البنات. اون جينيرال البنات فاش كتكون لي بات هنا في الباكيه كيكون فيها الوقت ديال الطياب ديالها باش تجيني اندرت، ما تجينيش طايبه بزاف. غادي ندير ليها 9 ديال الدقائق باش ما تجينيش معجنه، الا طيبتها بزاف باش ما تجينيش معجنه. عندكم من 8 حتى 10 دقائق هاد لي بات طيبوهم صافي. وهادشي اللي كاين، ونرجع معكم ان شاء الله. وفي هذه المرحله البنات، الوقت اللي درت لي بات ديالي يطيبوا، انا غادي نوجد هذه الخضر هذه كلها ونرجع معكم ان شاء الله. ومن بعد البنات ما قطعت الخيار بهذه الطريقه هذه طريفات صغار. لي طوماط سوغيز البنات قطعتهم على جوج. الفرماج فيتا قطعته حتى هو، خديت منه شويه وقطعت منه طريفات صغار. هذه البصله البيضه حتى هي شلطتها البنات. سهله سهله بزاف هاد لاصالاد البنات، وكتوجد بسرعه. غادي نزيد فيه واحد شويه الفرماج البنات، نتوما على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب شنو عندكم موجود في الدار، يعني ماشي بالضروري ديروا هادشي اللي انا درته كله. وغادي نزيد من النوع الاخر ديال الفرماج، هذا بالكمون، فيه حبيبات ديال الكمون، كيعجبني كيجي زوين. هنا عندي الذره، غادي نزيد شويه ديال الذره. عينكم ميزانكم البنات، ديروها كلها ولا اقل ولا على حسب نتوما وشنو بغيتو ديروا. هنا عندي الطون حتى هو، غادي انا نديرو كامل، كيعجبني الطون في لاصالاد. كما قلت لكم البنات تقدروا تعوضوه بالطون ديال الزيت، انا هذا الطون ديال الماء حيتلو الماء، عصرته مزيان هكا فرتوه بيديكم باش يجي مفرتت. وهنا عندي البنات كما قلت لكم الزيتون مقطع طريفات صغار، ديجا مشري بحال هكا. ولا عندكم الكحل حتى هو تقدروا ديروه بجوجهم، كيعطي لون زوين. حتى انا راه عندي يمكن غادي نزيدو في لاصالاد، غنمشي نجيبو فوالا. غادي ديروا المقدار اللي بغيتو. هادشي اللي كاين البنات. وهنا قطعت القزبر المعدنوس، سمحوا لي قطعت غير المعدنوس بوحدو. فوالا غادي ندير واحد شويه، والشي الاخر غادي نخليه لاصالاد والتزيين، شويه للتزيين. هادشي اللي كاين البنات. وغادي نمشي نجيب الزيتون الاكحل، وغادي نجي الاسود، وغادي نرجع معكم. انتم البنات من بعد ما تسلقات ليا لي بات سلقوا ليا، غنشللهم بالماء بارد باش نحبس ليهم لا كويسون باش ما يزيدوش يطيبوا ليا. صافي، وغادي نخليهم يتسقطروا، وغا
نرجعوا باش نوجدوا لاصوص ان شاء الله. ودابا البنات غادي نوجدوا لاصوص ديال لاصالاد، غادي نديرها بياوغت طبيعي. عندي ياوغت طبيعي البنات كيعوض لينا المايونيز، باش نبدلو شويه من المايونيز، واللي كيفضل يدير المايونيز يقدر يدير المايونيز. عندي هنا معلقه ديال لا موطارد، عندي هنا لي زيشالوت، عندي هنا ديك الحامضه لو سيترون اللي عصرت، عندي هنا شويه ديال الزعتره، عندي شويه ديال المعدنوس، عندي معلقه صغيره ديال العسل باش نهرسوا هذاك لو كوتي ديال الحموضيه كتجي زوينه في لاصوص. وعندي هنا البنات الثومه اللي غادي نحكها ان شاء الله، عندي بيان سور الزيت البلديه، وغادي نحتاج شويه الملحه وشويه ديال البزار. هادشي اللي كاين البنات، وانتوما غادي تديروا اللي عندكم في الدار موجود. مثلا عندكم ياوغت طبيعي غديروا ياوغت طبيعي مع شويه ديال الحامض وشويه ديال العسل وشويه زيت البلديه والبزار والملحه، راه كفايه. فوالا عندكم هادشي كله، ديروا هادشي كله. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ الياوغت، سهله سهله هاد لاصوص، وكتجي رائعه البنات صدقوني، كتجي فنه في لاصالاد. نقدروا ناكلو بها ميم لي صوص في هاد لاصوص، غادي ناكلو بها الكفته مشويه، الحيمه، نقدروا نديرو بها بزاف تاع الحوايج البنات. هادي غادي نزيدو عليها هذيك لا موطارد، غادي نزيد هذيك نص معلقه ديال الزعتره، العسل معلقه صغيره ديال العسل، غادي ندير الحامض، غادي ندير غير نص مكتفى به، ومن بعد غادي نذوق نشوف الا خاصني، على حسب الذوق ديالكم البنات. وهنا غادي ندير واحد شويه ديال لي زيشالوت، وغادي نحك هذيك الضريس ديال الثومه، غادي نحكو في لاصوص. وهنا البنات دابا غادي نزيد شويه ديال البزار، بوافغ واحد شويه راس المعلقه، وغادي نزيد ان بو سال شويه ديال الملح البنات، حتى نعاود نزيد نذوق ونشوف الا كان خاصني راني غادي نزيد. وغادي نزيد فيها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير فيها المعدنوس، صافي. وغادي نخلط مزيان هاد العناصر كلها، وها لاصوص ديالي وجدات. هانتوما البنات كتجي بهاد الشكل هذا، وصدقوني يا البنات عرفتوا راه كتجي رائعه رائعه طوب هاد لاصوص هادي. ودابا البنات غادي نزيد هذاك الزيتون اللي قلت لكم غنزيدو كحل باش يعطيني الوان زوينه في لاصالاد. صافي، وهي لاصالاد ديالي كما قلت لكم غسلتها وخليتها تسقط رات. ودابا غادي نزيد عليها لاصوص، على حسب لي بات البنات والخضرة اللي عندكم. الا كنتو دايرين بزاف تاع الخضر ولي بات، غادي ديروا جوج ديال الياوغت طبيعي. وهذا الشيء اللي كاين البنات، وغادي نخلطها وغادي نرجع معكم في صحن التقديم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال لاصالاد اللي وجدت معكم اليوم. صدقوني يا البنات هاد لاصالاد كتجي رائعه رائعه الطوب، وحق الله العظيم لما كتجي غزاله ما كتخطانيش حتى هي في الصيف في لي بوفي اللي كنوجد، كتجي رائعه رائعه. خصيتو لا خليتوها تبرد البنات، خليوها تبرد مزيان عاد باش تاكلوها. تقدروا ديروها ديوها معكم لو بيكنيك، مشيتو للبحر، مشيتو خريجه للاك، عندكم ضياف، عندكم ان بوفي، وجدوها بوجهكم حمر. كيجيو فيها الوان زوينين، مذاق غزال، بلاصوص تاع الياوغت اللي وجدت معكم كتجي رائعه. هادشي اللي كاين البنات، وكنتمنى من الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، ولا عجبتكم كما العاده البنات ما تنساونيش باللايكات وبالبارطاج، وكنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.